السؤال رقم 8: A cot is on an inclined plane at angle 30 degrees. إذا تلاحظون هنا أن السؤالين هذو عندهم تقريبا نفس المعطيات. The cart starts moving down the plane with an initial velocity of 20 meters per second. Ignore friction and air resistance. شايفين friction and air resistance. وتذكروا أنه في التمرين الأول قلنا أن قيمة الأكسلريشن ليس لها أي علاقة مع الشرط البدائي، هل ينطلق من السكون أو ينطلق بسرعة بدائية. إذا كل النتائج اللي لقيناهم في التمرين الأول سوف نستعملهم في التمرين الثاني. Okay. إذن الآن if the speed of the cart at the bottom was 35 meter per second، يعني السرعة النهائية، هذه السرعة البدائية وهذه السرعة النهائية. Then the travel distance in meter will be، المطلوب إذن المسافة المقطوعة. الآن أعدنا الرسم للسطح المائل اللي هو إذن مربوط بالمحور X موجه إلى الأسفل. إذن الانطلاقة من X0، هذا X0 بالطبع يساوي صفر. اوكي، و x1 نوصل الى النقطه x1، السرعه البدائيه v0 والسرعه النهائيه v1. اوكي، اذا نستعمل النتائج اللي تحصلنا عليها في السؤال اللي مضى اللي هو سؤال رقم 7. اي اكس يساوي 4.9 على الثانيه تربيع وهو ثابت، اذا حركه متغيره بانتظام لان تسارعها ثابت. x0 يساوي صفر، اذا دلتا اكس وش هو؟ هو x1 ناقص x0، إذا هو x1، وهذا بالطبع الحركة في اتجاه واحد، إذا الديسبيسمنت في نفس الوقت هو المسافة المقطوعة. إذا المسافة المقطوعة اللي نبحث عنها هي هذا الـ x1 هذا، أوكي؟ اللي هو في نفس الوقت الدلتا x. إذا نستعمل المعادلة الإضافية اللي هي السرعة النهائية تربيع ناقص السرعة البدائية تربيع يساوي 2 مضروب بالتسارع مضروب بالديسبيسمنت. الديسبيسمنت دلتا x هو x1. ونستخرج إذا x1 من هذه المعادلة، إذا يعطيني هذه المعادلة، والتطبيق العددي numerical application أمامكم. إذا x1 هو 35 تربيع السرعة النهائية تربيع ناقص السرعة البدائية تربيع تقسيم مرتين التسارع، إذا يعطيني في الأخير 84.2 متر.